متى يجب علي الذهاب إلى المدرسة؟ كان غيث الصغير يسأل أمه هذا السؤال كل يوم مع اقتراب موعد ذهابه إلى المدرسة للمرة الأولى. لم تجبه أمه عن هذا السؤال، لكن خطرت لها فكرة جيدة وطلبت من ابنتها ظبية أن تساعدها في تنفيذها. في اليوم التالي وبعد صلاة العصر، أخذت الأم غيثاً وظبية إلى مكتبة القرطاسية الكبيرة في مركز التسوق القريب من المنزل. تفضلا، ليأخذ كل منكما 50 درهماً. اذهبا واشتريا ما تحتاجان إليه من لوازم المدرسة، لكن حاولا اختيار الأشياء بعناية. اشتركوا بقناة مدرسة ليصلكم كل جديد.